صباح الخير أعزائي المشاهدين الكرام في كل مكان، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استراحة. ومناسبة النهاردة أول يوم في شهر شعبان، أحب أقول لكم أنا وزمايلي وفريق العمل كل سنة وإنتم طيبين. كل واحد مننا بيتحط في موقف اختيار ولازم بياخد قرار، بيتحمل نتيجة اختياره سواء كان صح أو غلط. عشان كده لازم يكون عندنا الوعي الكافي علشان نختار الاختيار الصحيح. حلقة النهاردة عن موضوع مهم جدا بالنسبة للشباب والبنات، وهي فن اختيار شريك الحياة. وسؤال حلقتنا هو ازاي تختار شريك حياتك. قبل ما نبدأ في الموضوع احب ارحب بزمايلي احمد ونور. صباح الخير يا احمد. صباح الخير يا نور. صباح الخير يا هاجر. صباح الخير اعزائي المشاهدين. صباح الخير يا احمد. صباح الخير عليك يا نور. صباح الفل عليك يا هاجر. صباح الفل على كل مشاهدينا الكرام. مبدئيا كده يا جماعة، كل ما بنزود الوعي اثناء الاختيار كل ما بنقلل حدوث الندم، لان من اسباب الفشل فوات كتير بيكون اختياراتنا الغلط، فبالتالي نحاول بقدر الامكان ان احنا نختار صح، لان بعد كده في المستقبل مع مرور ايام هنحاول نختار صح. ولا يا نور رايك ايه؟ طبعا اتفق معاك في الكلام ده، بس احب اقول يعني لكل بنت اللي هي ما تعتمدش على الحب بس، لان الحب مش سبب كافي. ما تعتمديش مدار يومك على قد ايه هو حبك، على قد ما هو اظهر لك الحب ده، لان اظهار الحب اهم واغلى من الحب نفسه. ممكن يكون بيظهر لك ده بس في علاقة بتكون مؤذية، يعني انتوا في حب بينكوا كويس جدا لكن انت مش قادرة تحسي ده من كتر ما هو بيأذيكي على مدار اليوم، وفي إهانة وفي خناقات دايما، فانت مع مدار الوقت الحب ده هيتحول لأذى. ولا انت ايه رأيك؟ هو كل واحد بيبقى فيه أساسيات أو معايير علشان يختار شريك حياته. في ناس بتختار اللي بيرتاح معاه أو اللي بيحس معاه بالأمان، وفي ناس بتختار على اساس ان هي بس قرار الجواز، وفي ناس تاني بتختار بسبب ضغط الاسره او ضغط المجتمع، وفي ناس بتختار علشان هي خايفه من الوحده وعايزه تكمل حياتها مع حد. بما ان احمد يعني بيمثل الشباب، فايه هي الاساسيات او المعايير؟ حاسس النهارده معركه يا جماعه بينا. حاسس النهارده معركه، ربنا يوفقك. ايه المعايير اللي بتختار من خلالها شريكه حياتك؟ يعني في مبدئيا كده في مقوله دايما تقول لك احنا جماعتنا، احنا حبنا جماعنا عن طريق الصدفه. انت مثلا شفتها صدفة سواء في الشغل سواء في النادي سواء في الشارع، فشفتها خلاص انت عجبك الكاركتر بتاعها، طريقة لبسها وشها جميل عجبك، فبعد كده اتكلمت معاها فلقيت اسلوبها في الكلام عجبك، طريقة كلامها عجبك كمان، بعد كده اعجاب بقى، بعد كده تفكيرها عجبك، حسيت ان انتوا الاتنين واحد. صح يا نور، انتوا الاتنين بتكونوا طبعًا. واحد. وغير كده ان كمان في ناس بتختار على اساس طريقة التفكير، يعني مثلا شايف هو شريكة حياته ان هما نفس الافكار او نفس الدماغ، وفي ناس تانية بتختار على اساس الاهداف، يعني هما شايفين هما الاتنين عندهم هدف واحد او عندهم مثلا احلام معينة عايزين يحققوها مع بعض، فكل واحد بيبقى ليه طريقة معينة في اختيار شريك حياته. ولا ايه يا نور؟ انا شايفة ان ده حاجة كويسة طبعا، بس لازم مش كل حاجة تكونوا متفقين فيها، يعني انتوا لازم تتفقوا في حاجات كتير وطريقه التفكير وكل حاجه، بس في حاجات لازم برضو تكونوا مختلفين فيها، يعني ما ينفعش تكونوا مقربين قوي في حاجه وتكونوا في حاجه تانية بعاد جدا، لان هو برضو في حاجات من حقه هو يعملها وانت في حاجات من حقك تعمليها لوحده، يعني زي صحابك مثلا، هو مش في كل الوقت ينفع موجود، وانت اللي هو بيتفرج على الماتش مش هينفع كل الوقت تكوني معاه. بس فانا شايفه انك تختاري علاقه مريحه اكتر ما يكون الحب فيها زياده، يعني انت بتحبني هيفيدني بايه بس انت بتاذيني كتير. اهم حاجه تختاري اللي الراجل الصالح اللي هو يعاملك بالحسنى اكتر ما هو بيحبك. هو اللي انت شايف ايه؟ والله بما ان انا النهارده طالع يعني بنسبه كبيره هتكلم علشان الرجاله، تمام؟ فهو الراجل بيحب ان حبيبته او مراته تجمع بين الطفوله والانوثه، يعني تعرف توفق بين الاثنين دول، يعني في اوقات هو عايزها تكون طفله بريئه، تمام، وفي اوقات تانية تكون انثى. وفي معادله كده عجباني جدا، تمام، سمعتها بتقول يعني الراجل اذا حب واحده بقت هي نقطه ضعفه، والعكس برضه لما الواحده تحب راجل بيكون هو يعني هو نقطه قوتها، فهنا بينهم علاقه تجمعهم علاقه طرديه مش عكسيه، والهما الاثنين بيكونوا لازم يكملوا بعض. صح يا هاجر؟ تمام بالظبط كده يا احمد. وكده بقى هندخل في الصفات، يعني كل واحد بيحط كده صفات معينه ان هو عايزها في شريك حياته او حاببها تكون موجوده في شريكه حياته. بالنسبه للشباب ليهم صفات معينه، وبالنسبه للبنات برضو بتدور وليها الحق ان هي تختار شريك حياتها، وكمان بتدور على صفات معينه فيها.
فبما انك انت من الشباب، ايه هي الصفات ما انا قلت النهارده اللي بتحب او اللي انت حابب تشوفها في شريكه حياتك بعد كده؟ والله يعني مبدئيا يعني انا هتكلم على سن الشباب، بس طبعا لولا اختلاف الاذواق لعبارت السلع، فكل الشباب بيبقى ليه وجهه نظر غير التاني. في واحد مثلا عايز واحده مثلا مثقفه جدا علميا، لا انا عايز واحده تكون لبسها شيك قوي، انا عايز واحده تكون متدينه قوي، انا عايز واحده تكون هاديه ما بتتكلمش كتير. فكل واحد ليه نظره غير التاني، ودي طبعا ربنا سبحانه وتعالى يعني بيقول يعني لولا اختلاف الاذواق، طبعا يعني ايه كل واحد غير نظره غير التاني. ولا ايه يا نور؟ انا شايفه ان في حاجات تانية المفروض نركز فيها، يعني انا شايفه ان الداخلي اهم من الخارجي اكتر. تمام. لان انت لو قعدتي طول الوقت تتجملي وتعملي كل ده، معناه ان انت من جواكي مش واثقه ان هو انت سبب كافي ليه. لازم تكوني حاسه بالكفايه دي من جواكي. لكن لو لقيتي نفسك اللي انت طول الوقت عايزه تتجملي قدامه وتكوني احسن واحده، اعرفي ان ده الغلط، لان انت كده مش كافيه بالنسبه له، وما عندكيش ثقه جوه اللي هو شايفني زي ما يعني انا حاسه وهو فاهم دماغي. وبلاش تكوني طول الوقت في مبررات معاه. الشخص اللي يخليك تبرري طول الوقت مش هو ده الشخص المناسب. ولا انت رايك ايه؟ نور انت قلتي حته مهمه جدا، اللي هو يعني بلاش نهتم بالمظهر الخارجي. يعني مثلا في ناس كتير بتختار على اساس الشكل او على اساس المظهر الخارجي، ان هي بقى ده بيبقى مجرد اعجاب. لكن في ناس تانية بتحس ان الجوهر او الروح الداخلية احسن ويعني والطف بكتير من المظهر الخارجي. فبلاش نركز على ما هو ايوه حاجة مهمة جدا، بس بلاش نركز على المظهر الخارجي واحنا بنختار شريك حياة. في صفات تانية كتير، يعني مثلا البنت ليها الحق ان هي تختار الصفات دي او تختار شريك حياتها. يعني شايفة ان مثلا شريك حياتها في المستقبل عايزاه ان هو حد مثلا متدين، حد عنده خلق، حد مثلا يكون سند ليها. ودي اهم حاجه ان هو يكون صالح ويراعي ربنا فيكي، مش طول الوقت انتوا بتتخانقوا. لان انت لو استحملتي ده عشان كان في حب دلوقتي، بعدين الحب ده هيتحول لاذى. وكمان احنا عندنا يعني اهم حاجه معيارين اساسيين في اختيار الزوج الصالح: الاخلاق والدين. اهم حاجه طبعا عشان ان هو القلب. متدين ان هو يفرض بقى خلاص ان هو متدين، لا مش مهم بقى حته الاخلاق، لا المفروض ان هو التدين او الالتزام يكون باين على جوارحه وباين على معاملاته وباين على تصرفاته، وبيتعامل فعلا بالالتزام اللي هو فيه. طبعا دي اهم حاجه. ولين القلب اهم صفه في البشر، ان لم تكن لينا فلا تؤذي. وانت رايك ايه؟ انا رايي احنا بقى نتكلم على العيوب، بقى نيجي بقى في ملعبنا بقى. انا عايز اتكلم في العيوب. دايما بيكون ايه، انت ما بتسالش ليه عليا. مثلا هو يكون مثلا فاضي وهي فاضيه، فهو بيستنى ان هي تكلمه وهي برضو مستنيه ان هو يكلمها، وهما الاثنين بيكونوا فاضيين، بس هو الانتظار. فبالتالي مع مرور الايام بيكون يعني الاهتمام بيقل. دي اسمها علاقه مؤذيه اصلا. ده علاقه مؤذيه، هو الاهتمام بيقل من الاثنين، وبعد كده مع مرور الوقت الحب بيقل، وبعد كده بيتم عمليه الانفصال. هو في كده جمله بتقولها كل ست يعني مصريه، تمام، اصل هو الاهتمام ما بيطلبش. الجمله دي يا جماعه يعني كتير جدا بنسمعها، الاهتمام ما بيطلبش. يعني انت بترن عليها، انت حبيبتي او انت مثلا مراتي، انت هتعملي ايه بالليل؟ ما انت لو كنت مهتم كنت سالت. طب ما انا بسال، طب ما انا دلوقتي بسال، امال انا بعمل ايه؟ طب وانت جاي تسال دلوقتي يا استاذ، ما سالتش ليه بالليل؟ ما سالتش ليه امبارح؟ طب ما انا اديني بسال. اللي هي بتعمد مثلا تعمل مشكله من لا شيء، بتعمد تعمل مشكله ويكون بينهم مشاكل. طب ما اديني بسالك يعني لسه مثلا بالليل. هو الطبيعي ان انت اللي تدي الاهتمام اكتر، مش انت اللي بتقود المركب ولا ايه؟ ايوه طبعا ماشي، بس انا طب ما اديني بسال، انا بسالها فهي بتجاوب. هي لازم تعمل مشكله. طب هي تعمل ايه مشكله؟ يعني انتوا معروفين كده، بصوا بقى انتوا معروفين، انا دلوقتي ولا على الاستوديو خالص، انتوا معروفين كده تمام. ان انتوا يعني جمله الاهتمام ما بتطلبش. طب ليه الاهتمام ما بتطلبش؟ طب انا بسالك اهو. هو الاهتمام لازم يكون من الاهتمام اكتر. هو انتوا الاثنين عليا دلوقتي، هو لازم الاهتمام يكون بين الطرفين. يعني احنا عندنا اصلا يعني المفروض اي علاقه مبنيه على ثلاث حاجات: الثقه، ودي على راسهم او اساس اي علاقه، وكمان الاحترام المتبادل والاهتمام، وكمان تحمل المسؤوليه. يعني لازم يكون شريك الحياه عنده يعني عنده حته تحمل المسؤوليه دي، ان هو خلاص بقى هو قائد المركب، يعني بيكون عنده تحمل المسؤوليه ويكون عنده ايه كمان الثقه والاحترام المتبادل بين الطرفين. ده مهم جدا. ولا ايه يا نور؟
انا شايفه ان دي حاجه مهمه طبعا، بس انك تختاري حب ده شيء هايل جدا، بس اختاري اللي انت تعرفي تعيشي معاه من جوه قبل بره. ما تختاريش، بصي القلب متقلب، والقلب اذا تقلب يعني دي حاجه، لو انت خدتي حد قلبه متقلب ده انت كده بتبني غلط. ابني على اساس، والاساس انك تختاري انسان صالح في كل حاجه وتبصي على اخلاقه، وده اهم شيء في العلاقه. وغير كده ان في صفات ينفع ان انت تتعايشي معاها وينفع ان انت تتغاضى عنها، وكمان في صفات ممكن ان هي تتعدل بعد كده او تتصلح بعدين، لكن في صفات تانية بتبقى طبع، والطباع دي يعني في طباع حاده ما ينفعش او مش انت مش قابله ان انت تتعايشي معاها. فلازم وانت بتختاري شريك حياتك ما تبنيش الكلام ده على احتمالات. لازم تسالي نفسك الاول انت هتقدري تستحملي ده ولا لا، يعني في عصبيته، يعني هو لما بيتعصب مثلا ما بيشوفش قدامه، تسالي نفسك كل الاسئله دي. تمام. وكمان يعني احنا ما نبنيش اي حاجه على احتمال، احتمال ان انا ان هو يتغير بعد كده، احتمال ان انا اكون مبسوطه وسعيده، مفيش حاجه بتتغير، فلان الاحتمال بيبقى فيه نسبه فشل. طبعا للطبع اللي انت قلتيه، في مثل دايما يقول لك الطبع بيغلب التطبع، فالحب مش بيجمع بين مثلا لازم يكون فقير عشان يحب او لازم يكون غني عشان يحب. طبعا احنا مثلا بنشوف الافلام والمسلسلات، مثلا بعض الافلام والمسلسلات بيكونوا مثلا غني فيلا وعربيات، وهما الاثنين مش بيحبوا بعض، هما الاثنين مش طايقين بعض. وبنشوف برضو في مثلا فيلم هما الاثنين بيكونوا فقراء، ناس عاديه جدا، عشان هنا الحب بتحول لاذى، ناس بسيطه، ناس بسيطه جدا وبيحبوا بعض جدا وما تروحش يستغنوا عن بعض. ولا يا نور؟ بقول لك هنا الحب هيكون اتحول لاذى، لان هي استحملت كتير، وساعتها دي هي كده هتبقى مسمومه من جواها، ودي اسمها علاقه مؤذيه. فالاحسن ان هي ما تكملش فيها، لان هي لو بقت كده مش هيبقى في حب بعدين. عشان كده بقول ان الحب مش سبب كافي، في موده ورحمه والمشاركه اهم حاجه. واهم حاجه كمان عايز اقولها التقدير، التقدير بين الاثنين. يعني انت مثلا جوزك مثلا مرتبه معين مثلا، فانت عارفه ان هو مرتبه معين، ما تجيش تقولي له لا انا عايزه كذا، انا عايزه كذا، انا عايزه كذا. لا، تحاولي بقدر الامكان تقدري الحته دي، وانت برضو تقدري جوزك. وغير كده يعني وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المعيار اللي على اساسه بنختار شريك الحياه، زي ما علمنا في الحديث الشريف اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، ودي المعايير اللي هتحقق لنا السعاده في الدنيا وفي الاخره. وبكده نكون وصلنا لنهايه فقرتنا، لكن حلقتنا لسه مكمله، واستنونا في الفقره الثانيه. بس قبل ما نروح الفقره الثانيه هنطلع فاصل، ونرجع في الفقره الثانيه ان شاء الله وهنكمل موضوع حلقتنا. مش طبيعي انك تاخد علاج وانت ما تعرفش تاثيره ايه عليك، ولا من الطبيعي انك تشتري لبس انت مش عارف هو على مقاسك ولا لا. كل دي تساهلات بتادي بينا بعد كده للندم. احب الاول اصبح عليكم مشاهدينا، واصبح على زميلتي سماح وزميلتي رضوى. صباح الخير. صباح الخير يا عمر. صباح النور. صباح النور عزيزي. قولي لنا يا رضوى، هي فتره الخطوبه ليه اصلا؟ هي بصي يا عمر، خلينا نتفق في الاول كده ان الجواز ده عباده ربنا شرعها سبحانه وتعالى، واهم خطوه من خطوات الجواز هي فتره الخطوبه. تمام. فتره الخطوبه معموله علشان كل واحد، في سواء كان راجل او ست، يقيم شريك حياته ان كان هو كفء ولا لا، يقدر يتحمل مسؤوليه بيت، يقدر يتحمل مسؤوليه تربيه اولاد، يقدر يتحمل مسؤوليه وجود شخص تاني في حياته. ولو احنا مركزناش في فتره الخطوبه للاسف بنقع في اخطاء كتير. والله انت كلامك صح جدا، اعتقد ان هي الفتره المهمه، لان هي اللي بتبني المستقبل او بنبني عليها بعد كده فتره كبيره شبه ابديه، يعني لحد ما نكمل مع الشريك الصح او الغلط. ما تقول لنا سماح، ايه مثلا الاخطاء اللي ممكن نقع فيها يعني واحنا بنختار؟ اكيد ما بنبقاش عارفين، ودي تجربه، واحنا ممكن يكون اللي قدامنا بيكذب علينا او ما بيكذبش، احنا ما بنبقاش عارفين الاختيار هيكون صح ولا غلط. فايه الاخطاء اللي ممكن نقع فيها اصلا؟ يعني اول خطا احنا بنقع فيه عمر الحب. الحب ساعات بيعمينا، ما بنخليش، ما بنشوفش العيوب اللي في الشخص اللي قدامنا، شايف بيبقى في كذا عيب ظاهر قدامنا احنا ما بنشوفوش من كتر ما احنا ما بنحب. لا، انت حاولي ما تتحكميش قلبك قد ما تحكمي عقلك، يعني سواء للراجل او الست. اذا كان الراجل او الست ما يحكموش القلب اكتر من العقل، خلينا نفكر بعقلنا شويه عشان نقدر نشوف العيوب اللي قدامنا اكتر من المميزات. يعني في عيوب كتير اصلا بتبقى احنا شايفينها وبتبقى ظاهره، بس من كتر الحب اللي جواك
ما اختفت. بس هو على العموم مفيش حد كامل يعني، ولا اكيد مشاهدين عارفين مفيش حد كامل، كلنا عندنا نقص اكيد، وكل واحد بيدور على اللي قدامه ان هو يكون فيه كل حاجه، بس هو الطبيعي ان مفيش حد فيه كل حاجه. تمام يا عمر، بس هي في فكره مثلا بيبقى مثلا عديم مسؤوليه، سوري مش ما عندوش كفاءه، ما عندوش يعني الحب الكافي للشخصيه اللي قدام بيمثل عليها، هي ما بتقدرش تعرف ان هو بيمثل او ما بيمثلش، بيكذب او ما بيكذبش من كتر حبها ليه. طب احنا ممكن نعرف يا رضوى يعني بيمثل او ما بيمثلش، دي نعرفها ازاي؟ يعني هي بالمواقف، يعني احنا نحطه في موقف او نحطه في وسط ناس، ولا احنا المفروض بنعمل ايه عموما؟ بالظبط بالمواقف، المواقف في فتره الخطوبه بتبين جدا ان كان الانسان اللي قدامي ده فعلا يقدر يتحمل مسؤوليه ولا لا. في شغله بيبان جدا، في شغله بيبان جدا، مع اهله هل هو كويس مع اهله ولا لا، ده برضو بيفرق. لو احنا عرفنا ان هو خلاص مش هينفع، احنا الاثنين مش نافعين لبعض، في نوع من الناس اللي هم مرتبطين بقالهم كتير بس بيخافوا ان هو ينفصلوا، يعني بيقولوا ايه الناس هتقول علينا ايه، يعني هم مرتبطين بقالهم فتره اذا كانت سنه او اكتر، وكل الناس شافوهم وعارفين ان هم مع بعض، فهم بيقولوا ايه لا احنا ننفصل ليه، انهم عارفين ان العلاقه مش حلوه وممكن إيه يكون فيهم ويكون فيها خناقات. مرتبطين ايه، جواز ولا خطوبه؟ خطوبه. تمام، هم مرتبطين وعارفين ان هم مش هيكملوا. تمام. العلاقه فيها مشاكل، هي ما بينهم مش لازم تكون ظاهره للناس. تمام. ومع ذلك بيكملوا، بيقولوا ايه علشان الناس ما تقولش علينا. انتوا ايه تعليقكم على الموضوع ده؟ بالظبط، هو فعلا للاسف في ناس كتير بتفكر بالشكل ده، ان هم بيخافوا من الفراق بعد قصه حب طويله، ممكن يبقى في العلاقه بتاعتهم في مشاكل وخناقات بتقعد بالشهور، والاهل بيتدخلوا ويصالحوا، ولما ميعاد الجواز بيقرب بيكملوا عادي برغم ان العلاقه دي فيها مشاكل، بس بيكملوا عادي عشان خايفين من كلام الناس. صح جدا. قبل ما نكمل مع سماح، في مكالمه من ياسمين نرد عليها. صباح الخير يا ياسمين. صباح الخير عليكم كلكم، منورين. صباح النور. صباح النور. ايه رايك في موضوع حلقتنا النهارده، اختيار شريك الحياه؟ هو جميل وانتوا اجمل بصراحه، ما شاء الله عليكم. ربنا يكرمك يا رب. انت ايه رايك؟ منوره يا رضوى. الله يخليك يا حبيبتي. حبيبتي ماشي، رضوى لوحدها. منورين كلكم والله، عايز جدا بصراحه. ربنا يخليك يا رب. انت ايه رايك في شريك الحياه؟ ايه يعني ايه لازم يكون موجود فيه علشان انت تختاريه؟ يعني حاجه اساسيه ما ينفعش ما تكونش فيه. بص، هو جينا قال لنا اصلا ان احنا نختار معايير معينه، بس احنا الشباب منهم ما فيش الوعي ده دلوقتي، بيدوروا على الحب وعلى الشكل والحاجات اللي بتخلي العلاقه تفشل بسرعه دي، لان طبعا ما فيش حاجه من دي دايما يعني. اكيد طبعا. طيب يعني برضو اهم حاجه يكونوا متفاهمين، يعني هو التفاهم اللي بيزود عمر العلاقه يعني، ويخلي يعني الدنيا تبقى حلوه كويس يعني. صح صح جدا. شكرا جدا لاتصالك ياسمين معانا. انا فاهمك وانت فاهمني، دي شيء حلو يعني، فاهمني ان انا مثلا هتعدي لي حاجه، هعدي لك حاجه، في بينا تفاهم، فاهم قصدي؟ مش شرط ابرر لك الموقف انا مريت بيه ازاي. بالظبط، كل واحد يحاول يرضي التاني على قد ما. ايوه، عشان هي تعدي. لكن الرجاله بقى يعني مش عايزه اكون متحامله على حد، بس بعض الرجاله لا، هو ده رايي يعني، هتعملي غلط صح اعملي بقى، عيش هو ده اللي عندي. اكيد طبعا، فده اللي بيفشل العلاقات يعني. صح جدا. شكرا جدا لمكالمتك معانا ياسمين. اعتقد ان ياسمين قالت نقطة مهمة جدا، هي التفاهم. يعني حلو جدا ان انا اكون متفاهم مع اللي قدامي، بس عايز اقول لكم برضو ان مش التفاهم بس اكيد هو اللي هيخلينا نستقر، هو ده المعيار اللي احنا نشوفه انا متفاهمة معاه. لما انا ممكن اكون متفاهمة معاه كل حاجة، بس برضو هو ما ينفعش يشيل مسؤولية بيت ولا اسرة ولا حاجة. في حاجة اهم من التفاهم يا عمر، ايه؟ الصراحة ذات نفسها. انا ممكن امثل على اللي قدامي ان انا متفاهمه معاه فتره الخطوبه، حاضر وتمام وماشي حبيبتي اللي انت عايزاه، متفاهمه معاه جدا، وبعد الخطوبه تلاقي نفسها هي ايه ده، انت كنت متفاهم، انت كنت فاهمني، انت كنت كذا، تلاقي لا، انت خليك صريح مع نفسك وصريح معاها. الصراحه ما بينهم كويسه يعني، لو هو فعلا اتعامل معاها بصراحه، انا ما بحبش كده او بحب كده، وهي نفس الكلام اتعاملت انا بحب كده او ما بحبش كده، بيبقى احلى كتير يعني. الصراحه اهم كتير من التفاهم. صح جدا. يعني انا شايف برضو ان من الاخطاء اللي احنا ممكن نقع فيها هو الجواز لمجرد الهرب. يعني انا ممكن اكون عايز اهرب من بيت عيلتي بسبب القسوه مثلا، لو في قسوه في البيت. بالظبط. اللي هو في بنات كتير فعلا كده، يعني بتهرب من قسوة البيت، سواء قسوة من الأب أو من الأخ، علشان مجرد أنها تهرب، فبتختار بقى أي حد
يعني لو اي عريس تقدم لها سواء كان مثلا كبير في السن او حاجه بتوافق على طول، وده طبعا غلط. بصي يعني انا شايف ان انت بتقولي يعني القسوه وان هم بيهربوا، بس برضو مش لدرجه ان هي تروح لاي حد وخلاص، ما هو اكيد برضو بتختار ولا ايه؟ لا يا عمر، لا في ساعات بتحصل حاجه هي مش بتهرب، هو ممكن يضحك عليها بالكلام الحلو، فبالتالي البنت لما بتسمع كلام حلو، صح يا رد، لما تسمع كلام حلو، انت حبيبتي وانت حياتي وانا ظهرك وانا سندك، فبتبدا الظهر والسند اللي موجود جوه البيت ذات نفسه هي ما بتحسش بيه، ان بيبقى فيه قسوه بقى اذا كان من الاب او من الام او من الاخ، فبتبدا تلجا للشخص ده زي ما انا قلت كده في الاول، ان هي ما بتبصش بقى على عيوبه، تبدا بقى بمرايه الحب بقى ايه اللي هي بتبدا بالزبط. تشوف مميزاته ان هو ظهري ليها سند ليها. المشكله في التفكير فعلا. ايوه بالظبط. طب انا كشاب انا هختار ايه يعني؟ انا لما اجي اختار يعني الرسول في حديثه عليه الصلاه والسلام قال في اسفر بذات الدين، هل معنى كده ان اول حاجه ابص لها الدين بس، او هي اول حاجه ابص لها الدين بس، مش الدين بس اللي ابص له، ممكن تكون ذات دين بس نكديه انا ابص لها ليه، ذات دين بس فيها حاجه انا عايزها مش موجوده، فانا شايف ان اسفر بذات الدين يعني هي عندها دين حلو نتعرف، وبرده نفس الشخص عند الرجل اللي هو ذات دين وخلق انا ادخله بيتي، ايوه نحب اتعرف عليك، بس مش معنى ان هو عنده دين ان انا موافق عليه او ان انا خلاص هو ده اللي اخترته، ولا انت رايك سماح؟ فعلا يا عمر، بس هي الفكره ان في اسس او في قواعد لازم ناسس عليها بيت، وبعد كده بنبدا نفكر في اللي بعد كده اللي هو بقى ايه، الحب، الشكل، الكلام ده كله. انا عشان ابني بيت صح لازم أن يكون الولد او البنت متدينين يعرفوا ربنا، ان هو لو بيتقي ربنا وبيخاف من ربنا هيخاف عليها صح، وهيعاملها بما يرضي الله زي ما ربنا قال، وهي نفس الكلام هتعامله زي ما ربنا قال بالظبط. طب قبل ما نكمل معانا مكالمه. صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. صباح النور. بحب اصبح عليكي يا عمر وعلى سماح وعلى رضوى. صباح النور. صباح النور. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه يا رب. وانت طيبه حبيبتي. صح، النهارده شعبان. سربرايز لسماح لان انا منى. سماح صباح الخير. صباح الفل. صباح الفل يا منى. صباح الفل يا حبيبتي. عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله يا حبيبتي. ايه رايك يا منى في موضوع حلقتنا النهارده؟ بصي، موضوع الحلقه حلو جدا جدا، انتوا بتتكلموا في موضوع فعلا يهم كل بنت وولد. حابه ان انا اشترك معاكم في الموضوع، ان ازاي تختار شريك حياتك. هو طبعا ليه اسس ومبادئ. تمام. اول اساس ان احنا لازم نبص على حياته الدينيه، هو متقرب لربنا ولا لا. تمام. وحياته باسرته وبالعيله، اذا كان قريب للاسره وللعيله فطبعا دي حاجه كويسه جدا، اذا كان بيحترم والده ووالدته فاعطاه يعني اتاكدي ان هو لازم هيحترمك. تمام. علاقته بوالدته دي اهم حاجه. اكيد طبعا، علاقته بوالدته وعلاقته بربنا. بالظبط. ميرسي جدا ليك. جدا جدا في الحياه. ميرسي جدا ليك. شكرا جدا لمكالمتك. في بقى قبل ما نختم في قصه لملك انجلترا جميله جدا، يعني حبيت ان انا اشاركها معاكم عن الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. الملك لويس الثامن ملك انجلترا حب في مره ان هو يتجوز، بس كان عنده 43 سنه، يعني هو لحد ما وصل 43 سنه ما لقاش فتاة احلامه او اللي هي تنفع يتجوزها بالظبط. فلما وصل بيه الموضوع ان هو لقى خلاص شريكة حياته، المشكله ان هي كانت مطلقه قبل كده، وفي القانون البريطاني ما كانش ينفع ان انت تتجوز واحده مطلقه، فهو ساب الملك، اتنازل عن الملك علشان يتجوزها، وفضل ان هو يكون ملك في بيته عن ما هو يكون ملك على شعب بريطانيا كله. ودي حاجه اللي هو فعلا ما كدبش عليها ولا قال اي حاجه، ده تنازل عن الملك علشانها وعلشان يكمل معاها. دي اجمل حاجه، اجمل حاجه، دي الحقيقه والصدق والثقه. بس دي مشكله احنا بنعاني منها دلوقتي يا عمر، اللي هي المطلقه دي في مجتمع شرقي يمكن الست بتستحمل كتير جدا وبتخاف تتطلق وبتخاف لا انا هستحمل وتيجي على نفسها فعلا بسبب كده. بصي ده موضوع كبير يا طول شرحه، ده عايز حلقه ثانيه. حلقه لوحده. انا كنت مبسوط معاكم جدا. وانا جدا. احنا كده وصلنا لنهايه فقرتنا، بس حلقتنا لسه مكمله معانا. الفقره الجايه الفقره الفنيه مع مستر بلال، ومعانا كمان سكتش كده او برومو صغير هنتفرج عليه لضيوفنا اللي هيكونوا معانا الفقره الجايه ان شاء الله. نروح نشوف البرومو سوا.